يلا هنعمل مسابقه بعدين، هيفوز يدوه هديه. فعندنا كميه من الحالات، كميه من الحالات اطفال عندهم اضطراب ما بعد الصدمه، تمت احالته لمستشفى الطب النفسي، والان عندنا في بعض الكيسز برضه من ناس كبار كانوا اصلا اندر تريتمنت برضه عملنا لهم احالات. فحس ان احنا حاليا الحاجه اللي بنقدر نقدمها للاطفال ندعمهم، نخفف عليهم يبقى الاثر النفسي السيء اللي هم معرضين له. يلا ها شافوا بعينه. يعني احنا في البيت قاعد يجينا تلك، يعني التلك دي بتقع عندنا في البيت، وشافوا الاحداث وشافوا الحريق، يعني شافوا مناظر بشعة. لحد البيت دي بتتصرخ بالليل، بالليل بتتعيط بتقول لي يا امي احنا الناس اللي بيجوا بقتلونا. ولا يعني والطيارات بتكون حايمة بفوق، يعني دي بالذات لامن دي تالية ودي تالية، لما بتشوف الطيارة بتجي جارية بتجي تبكي تقول يا أمي الطيارة جات، يا أمي الناس زي بيجي بخش لنا في البيوت، يا أمي الناس زي بضربونا. بقول لهم لا، بقول لهم الطيارة دي هاي مساكت ما جاية أنا نحنا برضو لسه. وانتي كونتي صار تذكرتك ازاي؟ بدأت تطلع خرطوم السبكة عبارة عن خالة، يعني بقت فاضي. هي جات هنا في المنظمة دي جو خالين شديد، يعني نفر الواحد عشان بتقدر تدفع، وفي أسر ما بتقدر تدفع. خلاص يلا بعد دخلها من جو الحلفة في كم دانة وقعد جنبنا كويس. الحي اللي احنا ساكنين فيها ناس الدعم السريع محاوطين الحي، يعني ساكنين كلهم قريبين معانا بعرباتهم، يعني صوت الزقيرة ما بتقدر تنوم. السلاح دي لما تضرب دندة البيت، يعني حتى الشباك بتحس، البيت ده بتحس، العمارة يعني بيتحز عديل من صوت السلاح. يعني الذخيرة نهاية ما وقفت، السلاح دي شغالة بس طول الوقت الليلة. لأن حالي يعني انت زيك لما تكوني قاعدة في الحتة دي لما بتخافي، الذخيرة لما نكون برا لما نكون حزة الدم خلاص بتخافي وبتتوقفي تحت أي لحظة. ممكن يجيكي طلقة يقتلك، ممكن يجيكي دانة يقع لك في راسك، يعني كنا عايشين في رعب في خوف مبالغ. Children, of course, in Sudan are bearing the heaviest brunt of the hostilities. Before the conflict, children were already caught in a perfect storm of crisis on top of crisis. And what this conflict has done is that it has further aggravated the already ongoing health and nutrition crisis, the water scarcity crisis, and it's deepened the learning crisis.
الرسم لما جينا كان القيم ديل مليان الناس. ايوه بسبب التعشير. I mean before the conflict we already had 7 million children between 6 and 18 years of age, of school going age out of school. We already had 611,000 kids under 5 suffering from severe acute malnutrition, with 3 million kids under 5 suffering overall from malnutrition. We are with this crisis, with this conflict, we have seen a nationwide closure of schools and educational institutions. Already we were talking about 7 million kids out of school, 12 million somehow in schools, but very disruptive learning over the last couple of years, particularly in the last year and a half, due to teacher strikes and school closures across the country. You can imagine what the impact now is with the school closures on the mental health, psychosocial well-being of children. Children are under enormous distress, as you can imagine, particularly in the hotspot locations of this conflict, due to continuous bombardment and shooting. And we have seen this and experienced this firsthand.